حاجة تانية هي البرامج، البرامج اللي احنا فصلناها في الجامعات دي علشان الطالب يتخرج من هنا، برامج كلها تتماشى مع احتياجات سوق العمل واحتياجات الثورة الصناعية، علشان نقدر ان احنا نطمئن على فرص عمل متاحة لكل خريج من الجامعات دي. فاذا الفرق كبير، وده مش معناه ان احنا جامعاتنا العريقه اللي فيها لا ده احنا نفس، بس احنا لما بنعمل حاجه من الاول غير لما بتخش تعمل حاجه اوريدي موجوده. لكن نفس الاهتمام قائم للجامعات الحكوميه وأكتر واكتر واكتر، لان انا عندي 3 مليون طالب موجودين. انا يمكن في العرض بتاعي قلت ان ان اكتر من 80% من الطلاب في مستوى التعليم العالي بيلتحقوا بالجامعات الحكوميه المجانيه. اذا انا مش بس ببص على ال 20% ده، انا همي كبير في ال 80% التانيين. بنتكلم على كام طالب السنه دي اللي بداوا؟ احنا ما حبيناش نبدا باعداد كبيره، لكن جامعه الملك سلمان بنتكلم في ممكن نصل الى حدود 1000 طالب في على نهايه الترم الاولاني ان شاء الله، لان احنا بنعتمد على الساعات المعتمده. فبالتالي دخول الطلاب مش معتمد على وقت معين زي الجامعات التقليديه. يعني ممكن يلتحق في خلال الترم الاول او حتى الترم الثاني. واحنا قصدين ان احنا نبدا باعداد بسيطه، لكن انا عايز اقول لك 5 6 سنين من النهارده المكان اللي احنا موجودين فيه ده او الاماكن الاخرى التانيين هيبقوا فيهم ما يقرب من 25 ل 27 ل 30 الف طالب، لما نقول مثلا بعد 8 سنين من النهارده او 10 سنين. فاذا تنميه حقيقيه في اقليم محافظه بنوسه. الطالب دول كلهم مصريين ولا فيهم؟ فيهم كده وفيهم كده، ولكن ما تنساش ان احنا السنه دي بنمر عالميا بازمه الكورونا، فبالتالي تحرك الطلاب على مستوى العالم تاثر. فاحنا عشان كده قصدنا ان احنا نبدا العام الدراسي ده، ومن خلال بقى التسويق الجيد. تجربه الاسبوعين اللي فاتوا بصراحه، من ساعه ما بدانا او الاسبوع اللي فات كانت تجربه هنا في التعليم. يعني انا شهادتي هتبقى مجروحه، فلازم تروح للطلاب تسالهم. لان لا ست رئيس سالهم. لا انا يعني فاق توقعاتي، لان طبعا احنا العالم كله بيقفل التعليم. او يعني ما هواش بتوسع في التعليم نتيجه الاحداث اللي بيمر بيها العالم في اوروبا، وانت شايف الموجات اللي بتحصل، واحنا في نفس التوقيت ده احنا بنفتح جامعات. يعني يعني ده تحدي كبير جدا لمنظومه التعليم، ان احنا نكون بنقول احنا قادرين نهتم باولادنا، نحافظ على صحتهم، وفي نفس الوقت ما يخسروش عام دراسي. فان شاء الله انا بالنسبه لي اللي انا شفته من خلال تواجدي في الثلاث ايام اللي فاتوا ولقاءاتي مع الطلبه من المحاضره، انا دخلت محاضره اشتقت لوظيفتي السابقه، فلقيتهم بيدرسوا ماده من المواد اللي انا كنت بدرسها في جامعتي، فرحت ماسك الميكروفون وقدرت ان انا اشتغل معاهم. ولاد ممتازين بيشتغلوا في بيئه تعليميه رائعه. اتمنى ان شاء الله ان، لان احنا اللي بنعمله ده كله لو ما فيهوش حياه ما يبقاش ليه قيمه. الحياه هي الطالب اللي موجود جوه الجامعه. لو النهارده بنتكلم على، ويمكن سياده الرئيس اتكلم على محتاجين 100 جامعه وبعد شويه محتاجين 125 جامعه، 7 سنين ايه الفارق؟ عملنا قد ايه في 7 سنين؟ وكان قبل كده قد ايه؟